سلام اهلا بتونس. لا انا ما عادش نجمك. لا انت هربت العلو وانا كان نوصل له يتقص عليا نفس بين معرض الكتاب وسبيطار صفاقس واستاد رادس. الاحداث تخلي الواحد ماذا بيه يرحي البنان بخمسة الاف ويشم المسحوق متاعه. لذا خلونا نكتفي بمشكلة واحدة للفقرة الواحدة. برا نحلوا الكتاب على معرض الكتاب. منين نبدأ؟ هي الحكاية بدأت بكتاب كمال الزغباني. قال لك سنسروه. سمحنا. الله يرحمه. الله يرحمه. سمحنا. الحكاية بدأت بكتاب كمال الريح. قال لك سنسروه. بعد قالوا لا. هو ودار النشر ما حطوهوش في الليستة المصرح بها. لذا تسحب. وتسكر الجناح مؤقتا ليتم التثبت. وهو عمل هكا باش يعمل البوس به. من بعد يخرج نزار بهلول قال كتابي سنسروه. من بعد قالوا ليه هاو موجود. وفما كاتب اسمه سلاح الدين العامري قال ليه هاو موجود. من بعد زاد شوية وقال راهو كتابي انا زاد سحبوه البارح واليوم رجعوه. ومديرة المعرض بيدها تقول رانا رجعنا الكتب اللي تم سحبها. اي انا شنو نعمل؟ نبدا نرحي في البنان ونخدم الفور والصفايه؟ انا ما عادش منجمك تونس والله بصراحه. ارمي المنديل غلبتني، خاصه كي جيت نبربش واكتشفت انه اللي صاير اشنع برشا من اللي سمعنا بيه. اي لله، الكتب قاعده تتصنصر فعلا لاجراءات لوالو، وماهوش الامن الرئاسي اللي قاعد يصنصر فيه. غالطه الحكايه ذيك. الناس اللي تمشي للناشرين وتقول لهم نحي هذاك وخبي هذاك ما همش أعوان لا أمن رئاسي لا أمن سياحي. هذوكم ناس يخدموا في شركة أمن خاصة مكلفة بحماية المعرض ومحيطه، يعني متعاقدة مع وزارة الثقافة. وحتى هيئة التنظيم متاع المعرض ومديرته ما يحكموش فيهم، منهم للوزارة، وزارة الثقافة مش الداخلية، خاطر الداخلية عندها شابيتر آخر. إجا توا نخرجوا من المعرض ونهبطوا لشارع الحبيب بورقيبة ونتعداو للمرسى ونعملوا دورة في العاصمة وضواحيها. فما مكتبات مشاولها ناس قدموا رواحهم على أساس من الداخلية وقالوا لهم أعطيونا الكتاب هذايا نحبوا نشوفوه ونصوروه، وكانت نجموا تعطيونا شكونهم اللي شراوه، كان عندكم الكوردوني متاعهم. أش قاولك تراه؟ نحكيه على كتاب كمال الرياحي، وهذه ما فيهاش إجراءات وقائمة مصرح بها، ما فيهاش مدخل تنجم تستعملوا جوقة التفسير والتبرير باش تعاوم الحكاية. هذوما أعوان أمن عمومي وخاص يراقبوا في الكتب، يعني ممارسات فضلة معروفة ودارجة في الديمقراطيات الحقيقية اللي شعبها يتمتع بحرية التعبير وحرية التفكير والحب العذري لضربين البندير.